الأشخاص غير مصابين بالفيروس. سيتم الذهاب مباشرة إلى المستشفى، سيتم حجرهم في بما في المرافق طبعا ما في المرافق للفترة، وسيتم علاجهم. ثم بعدين إذا أنهوا فترة الحجر أو يرادوا أن يرجعوا إلى بلادهم فهذا شهر. إذن بإذن الله ما في أي خوف من هذا إن شاء الله. وستكون يعني في طواقم خاصة مدربة في المستشفيات ومجهزة للتعامل مع المرضى حتى بما يسمى بضبط عدوى عالي جدا يتناسب مع خطر الكورونا. يعني نحن نسعى على شيء ممكن تطبيقه ومع حفظ على أمانة المستشفى، أمانة المجتمع، وأمانة الطبيب المعالج. أهم شيء هو ضبط العدوى في المستشفى، العناية بالمريض وفق برامج الجودة، أن يكون المريض معزول، أن يتم فحصه، وإذا قمت بكل هذه الإجراءات يعني الخوف تقريبا غير موجود.